هنروح لمنتخب مصر لكرة اليد سيدات، والحقيقة اللي عمل معجزة كبيرة في مجموعته في بطولة أفريقيا. بالمناسبة منتخب مصر، خليني أوضح الخبر، منتخب مصر السيدات لكرة اليد بيلعب بطولة أفريقيا الآن هذه الأيام في السنغال، ودي أول مشاركة لنا بعد 10 سنوات من الغياب أفريقيا. منتخبنا كان تلقى بقيادة طبعا كابتن رامي عبد اللطيف المدير الفني، كان تلقى أول مبارياته هزيمة من منتخب الكونغو برازافيل في مفاجأة الحقيقة، خسرنا فرق هدفين 21-19، واللي نعرفه عن الكونغو برازافيل إنها فريق يعني مش قوي، ولكن دي كانت حمى البداية، والفريق خسر فرق هدفين، ولكن كان عندنا معجزة لازم تحصل إن احنا نكسب تاني يوم تونس اللي هي أقوى من الكونغو وأحد المرشحين البطولة عشان تظبط الدنيا في مجموعتها. والمعجزه حصلت الحمد لله، فزنا على تونس بنتيجه 21-19 ورجعنا تاني ننافس على صداره المجموعه مع تونس والكونغو، لان الكونغو لسه هتلاعب تونس وغالبا تونس هتكسب، فهنبقى متساويين في احنا الثلاثه. اتصور ان احنا الدنيا رايحه ان احنا نبقى تاني. هتقول لي طب ليه بتقول كده يا كابتن؟ بحسبه بسيطه، احنا كسبنا تونس فرق هدف وخسرنا من كونغو برازافيل فرق هدفين، يبقى احنا علينا هدف. تونس خسرت منا فرق هدف، اكيد هتكسب الكونغو فرق كتير 6-7 اهداف، فتبقى تونس الاهداف ما بيننا احنا الثلاثه لصالحها، لان احنا هنبقى كلنا متساويين في النقاط 8 نقاط، هيبقى تونس هي الاهداف لصالحها. طب الكونغو كسبانه 2 وهتبقى خسرانه من تونس مثلا 4، المهم ان هي تخسر 3 وطالع، تخسر 3 لا تخسر 4، لان لو خسرت 3 وتساوت معانا هي كسبتنا، فلازم احنا نكون نكسب، يعني لازم تونس، احنا نتمنى تونس تكسب الكونغو فرق 4 عشان يبقى الكونغو عليها 2 واحنا علينا 1، انما لو تساوينا مع الكونغو احنا علينا 1 وهم عليهم 1، المواجهات المباشره هم كسبونا يبقى ثالث دي هتحطك ممكن في الطريق مع انجولا، ما تلحقش توصل فاينل، فاحنا عايزين نتجنب انجولا الفريق المرعب افريقيا حامل اللقب، نبعد عنه شويه، فالتاني او اول تساعدك. فان شاء الله يا رب التوانسه او منتخب تونس الشقيق ان شاء الله يفوز على الكونغو برازافيل، وده هيكون الطبيعي على فكره، لان الكونغو يعني خسارتنا منها هي دي اللي ما كانتش طبيعي. فان شاء الله باذن الله نقدر نفوز او تونس تفوز عليها ونفوز احنا في المباريات المتبقيه لينا باذن الله. بالمناسبه احنا كسبنا المغرب من شويه، المباراه خلصت من شويه 28-20، يتبقى لينا مباراه واحده تقريبا مع مقديشو على ما اتذكر، وغينيا انا اسف، مباراه واحده مع غينيا، مقديشو في المجموعه الثانيه، ولو كسبناها يبقى احنا هنلعب اللعبه اللي هي ايه اللي قلتها لحضراتكم بينا احنا الثلاثه، احنا وكونغو برازافيل وتونس. ان شاء الله كل التوفيق للمنتخب بعد غياب 10 سنوات، اداء مشرف، الف مبروك، ان شاء الله منتظرين المكسب. في 6 لاعبات من النادي الاهلي بيشاركوا، وهم كان ليهم دور كبير جدا، 6 من اصل 18 لاعيبه بتشارك، كان ليهم دور كبير جدا جدا في الفوز على تونس. الستة مين هم؟ منه الله سيد، ليلى هيثم، شهد الشواربي، امينه هشام، تقى كامل، امينه عاطف. منه الله سيد عملت مباراه جيده جدا جدا قدام منتخب تونس وخدت افضل لاعيبه في المباراه، ومنا بالمناسبه هي حارس المرمى الاساسي في منتخب، يعني قصدي اقول لكم ان يعني النادي الاهلي بيمثل حوالي 35% من قوام المنتخب، ولكن كان ممكن يكون اكتر لان عندنا ناصر عيد عبد الملك مصابه، عندنا 2 لاعبات ايضا من قوام المنتخب اتصابوا مع المنتخب، يعني منتخب مصر لو يعني كانت الدنيا ماشيه بدون اصابات الحمد لله كان يعني النادي الاهلي هيمثله او هيمثل منه 9 لاعبات، يعني 50% من منتخب مصر، ولكن نتمنى الشفاء للجميع، نتمنى اللاعبات المحترفات بره سواء مروه عيد عبد الملك او رحاب جمعه ان شاء الله ينضموا للمنتخب يا رب بعد ما يتاهل لبطوله عالم باذن الله.